صدق الله العظيم، إن الله عليم خبير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راني مسلم عليكم كاملين، واخيرت محمد الكوري والسولة، واخيرت بولاد قيلان، تحية خاصة لولاد قيلان، واخيرت بكم كاملين، واخيرت بك محمد فاضل الملاي، واخيرت بك من التو، واخيرت بكم كاملين. محمد المصطفى هذا القارئ إن قال له إسلام صبحي، طالب في كلية الطب مصري في مصر، وونين فطنوا له صحابه على صوته زين، طلبوا منه على انه يعود فنان يغني، وقال عنه الصلاة يقبل صوته ويخصه لتلاوة القرآن. شن الناس يوفقوا مولانا. الشاب الثاني اللي دائما ندير معاه إن قال له عبد الرحمن مسعد، هو شاب من اللي هو صغير ولاش من الشباب، بارك الله فيهم. ونعدة مواضيع يبانوا واحدين يسوع عليهم يطلعوا. نرى واحد بدأ لي عاق بالقرآن، أنا قلت صدق الله العظيم، قال لي مري حشمك. هذا هو هم الرويبضة اللي تقضي القرآن، يقولوا لك مري حشمك، ويقوم يدعو ليك ويقوم يزرقوا. رأيت بان جات منهم مادة مسيكينين دائما يطلعون يفتحوا كونتات، نبلوكي كونتات هم يفتحوا كونتات أخرين، ويطلعوا واحدين منهم ما كانوا عندهم كريديت مولي، تسمي القرآن مري حشمك، تقضي القرآن اطفي عنا ذا، عياذ بالله. ما اشتكاوا علينا. على العموم، اول موضوع اللي نتكلم فيه اليوم قضية مباراة المنتخب الوطني اليوم اللي نمر عليها مرش سطران، نشرح للناس بحكمي مدرب في الميدان وبحكمي عندي خبرة على مستوى القارة الإفريقية والأوروبية والأمريكية، عني المدارس الثلاثة خط عليهم اللي نختار نقول هون، لأن كافينا من التبدي في التحاليل الرياضية، وكافينا هم اللي من ندخل الأمور الشخصية في قضية المنتخب الوطني. المنتخب الوطني ده اللي خلق اليوم عادي جدا، رجاج يعرف بالون، يعرف كرة القدم، يعرف على أن اللي قالوا اللاعب السيطرة الكاملة كانت للمنتخب الوطني، كانوا مسيطرين على الكرة من بداية المباراة لنهايتها إلين صفر الحكم. إذن هم أداؤهم هم كجماعة كمنتخب، ما يقدر قاش يقول إنه منتخب ما هو قوي، منتخب قوي يلعب كونتر زامبيا معروفة على المستوى القارة، والزمن ما في منتخبات قاعد ضعيفة، منتخبات كاملة قوية وفي عام مفاجأة، ومنتخب في لاعبين يلعبوا في بريمير ليج في لانجلتير، معناه انه عندهم اللي عنده تاريخ، ما يقبل رجاجة تلاقي يقول تلاقي يروق دائما يلود الحيلة هاجم فيها. احنا دائما ننتقد ان يخلق روايات، اللي يخلق رعي، اللي يخلق على انه كرة القدم تعتمد على جزئيات بسيطة من اجل تسجيل الاهداف، كان الجزئيات فيها كثيرة، يعود مباراة كرة القدم تعود كيف كرة السلة، يعود فيها 20-30-40 مئات النقاط، كرة القدم مباراة توبة واحد مقابل واحد، واحد مقابل صفر، عياد قاعد تعود صفر مقابل صفر. إذن عامل الفرق بين هدف هدفين ثلاثة هو طبيعة كرة القدم، عياد يجو فيها مباراة خاصة تعود فيهم 4-5-6 غير قليلين. اللي يخلق اليوم بسيط جدا، اللي يخلق لأنه في جزئيات بسيطة، هذه الجزئيات يعتمدوا على الدقة في التمرير. وانا ضد الناس اللي تظلم اللاعبين، شفت واحدين مسلطين على عبد الباء يقولوا عنه ما عنده نادي، ذا العد الجهاز الفني في كون عبد الباء خدم المنتخب الوطني ذي الفتره ونكون راك ما عنده نادي، ما معناه انه يلا ينزل بالمبديه، واني ما تعرف له شي دولته منتخب الوطني ويعطيه قيمه، العالم الاخر ما يعطيه قيمه، اذا هو كان لاعب محترف يلعب في انديه محترفه، وجات فترة انتقالات ما قبل عروض اللي ينعرضوا عليه، والله راق عروض زين منهم، والله كان معطوب، والله شيء ما هي الله دولته تتخلى عنه. هذه من ناحية الأخلاقية قاع ما هي الله تعدل، وهذه من المسائل اللي أنا نحترم للجهاز الفني للمنتخب الوطني، معني نعرضوا في ياسم المسائل، قال المسائل اللي نحترموا فيها لأنه شجاعتهم وجراءتهم لأنهم يقدموا اللاعبين الوطنيين على المستوى الدولي في الوقت اللي تتخلى فيه أنديتهم، وهذه هي أهمية المنتخب الوطني، أنه حاضنة
للاعبين، ينقذهم وينقذ مستقبلهم ويعرضهم للتسويق الدولي والعالمي، ويحافظ عليهم ويحافظ على كفاءاتهم ويشجعهم. إذن إذا الناس اللي واحلة في اليوم لا قضية عبد البار إنه ما عنده نادي وقاعد تخلقت مع واحدين آخرين، كيت عالي عبيدي كسعني يتخلى عنه نادي ليفانتي والله ما عاد يلعبوا ساب كيس فرنسا، وقاعد تخلقت مع آدم أبا وقاعد تخلقت مع بسام. لذلك نختار الصحافة، ما هي صحافة متخصصة والميدان ما هم قارين ولا هم قارين بسيكولوجياته ولا نفسياته، لذلك خلوا عنهم اللاعبين، اللاعبين ما عندهم مشكلة. المسألة الأخرى اللي تتعلق اليوم بالهجوم، شفتهم ينتقدوا المهاجمين اليوم كاملين لعبوا دورهم، غير خارج شيء المهاجم يعتمد على شيء قالوا التمريرات الدقيقة في وقتها، عنده عامل قالوا عامل الوقت وعامل المساحة لي المهاجم لين يطلب الكرة، ولا تنطالوا في الوقت المناسب وفي المساحات المناسبة المناسبة. ما هي الله واحدين اخرين يقوم ينتقدوا يقولوا ما عدل شيء ابدا. في جزئيات تتعلق بمسؤولية التمريرات، كم تمريرة فيها دقة تقريبا، قام واحدين يوم تعيطوا بسام ما ظهر وكذا وكذا وكذا، بسام يتخرصوا بداية الشوط الثاني، آخر خمس تمريرات عدلهم تمريرات دقيقة ما في واحدة خاسرة، آخر تمريرة معدلها الأدم أبادك اللي دار على بواترين وعدل لها كليجيس تكنيك وبعد أنه ماركة من هلوبي اللي مشى في زرلكان. هاي شين قالوا لا بريسيزيون دي لا باس، وهو أهم شيء في الفوتبول دقة التمرير، وهو دقة التمرير كيف تعدل يحيى دلاهي لا باس اللي عدل لا ريلانس اللي عدل المامنياس اللي ماركة من هلوبي طاح له في الاسباس كي لفو ونادم عاد عنده لتان يل في لي كونترول يبوس بالون ويماركي لوبي. خالقين دي زابيل عدلهم اسماعيل جاكيتي كان يقدر يطاول البالون غير ما يطاول العاطيه، وخالقين دي زابيل عدلهم بسام كان يقدر يعدل، وعدلهم ادم ابا كا وجوردي عدل ان جرام ماتش، وكيفت لي جوار الاخرين لو جان لاتيرال غوش بويبو عدل ان تري جرام ماتش لو 2 مليون دي تيرين اللي دخلوا من التالي عدوا ان اكسلان ماتش. دون تو لي كا ليكيب ناسيونال كانت هي اقرب هي لا فيكتوار، معناه انهم هما ايزيتي تو لي تان في لا موتي دي تيرين دي لادفيرسير، كانوا الوقت كامل في نصف ملعب الخصم وحاولوا انهم يسجلوا اهداف ما وفقهم مولانا عادي اي خلق غير ما يقوم ينزقي ذي العالم. اذا كان كل جوار ما ان اتاكان مارك لعب دي ماتش ما مارك دبي يعود ميسي كاع ما تلاقي يلعب، يعود رونالدو ما تلاقي يلعب، بينهم يلعبوا دي ماتش ولا مارك دبي ونقلبوا 4-0 5-0 3-0 إليمينا من لازم إليمينا في لا كوب دي موند ولا كوب دوروب والدنيا فرق، معناه انه الجوار اللاعبين ما ينقاسوا. شفت لاعب مهم عندي تحليله قال على ان اللاعبين اللي هو الدي ان اكسلان جوار كان لعب ليكيب ناسيونال تعود موريتانيا مشات بعيد، يا غير ماني ملي متوافق معاه مع التحليل اللي اعطى على مستوى اللاعبين المنتخب الوطني انه مستوى متوسط غير متوسط. هما لدي الكاملين دي ستياسيون 1 كونتر 1 كاملين لدي الكاملين اللي عادوا مع ليكيب دي زامبي هما غنياو لدي فيها، سواء في لي ميلي دي تيرين، لي ميلي دي تيرين قاع مسيطرين عليه لا لي جوار ديال ليكيب ناسيونال هما سيطروا عليه كابي و ليجون الاخر اللي خاش اون ديزيام ميتون هادو كاملين يحيى دلاهي سيطروا على الميديتيرين. عبد الباع عدل عن اكسلان ماتش، خالقين روايات في لا كوفرتير في شين قالوا لا زون شين قالوا لي دانجي تريانجيلير قد يعودوا ياسر من قاع من الصحافه اللي عادوا تحاليل ما يعرفوا اللي هو خطوره المثلث الهجومي، لانك دائما يعودوا واحدين ماشين في احتمال يعدوا باس ان ريتري دائما تعدل انت ان ماركاج تريانجيلير، معناه انك منادم اللي قدي ابيري بالون ان ريتري دائما تعود طارح له البال، وهذا هو الخلل اللي يخلق اليوم يخلق ريال مدريد وبرشلونه يخلق لي جراند زيكيب يخلق لهم. لماذا بيه لي جون يعودوا ماشين في ان كورس ويعود صعب عليهم يعودوا مهم عندهم لا بروتكسيون دي كان مع انهم يخلوا دي جوار ليبر وهاو دي زيرير يعود الناس كامله قايسه لكان تجري وهي يلاه تخلص لا بوزيسيون دي زادفيسير معناها تخلص الخصم تموقع الخصم، هذا هو اللي على اساسه نين يدفعوا يعودوا يدفعوا واحدين يروقوا يبروتيجي لو كان يقلب في نفس الوقت واحدين يروقوا يخسروا الخصم تمركز يقدر يماركي منه ديبيت وذا يخلق ذا يخلق. وزامبي ا بليزير ريبريز كان مامانيانس مالي مع انه عاد ان اكسلون ماتش يا غير مالي ايليتي ان بي ايغويست في دي بالون في دي سياسيون كان يلا خلاص الجوار يلعب معاه اونيفو دو لا سيرفاس وعدد دي باس ان ريتري اقربهم تماركي بالتات منه غير اختر هو يبينتري من يوخا لكان كان يروح بيلانتي ولا روايا. دون تو لي كا عاد ان اكسلون ماتش
يا غير خارقين روايات ده اخطاء ما يلا يتم يتكرر تقريبا. نرجعوا لبسام سابق واخذته خلق مره طابالون لميلي دي تيرين وعدل ابل في لو دوبلوما شين قال له تتابع قام يجري ورا الجوار اللي عنده البالون وجرى وضع ظهره سير لي فلان سكي نورمال من الطبيعي لان ذاك نوع من لي زابيل ذاك نوع من لي دوبلوما ان يعود الجوار عاد تو بري دو لا سيرفاس قريب من منطقه الجزاء يلا بالون لا تمرر وتنطالو قبال الجوار وحصرها 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 إنين جاوا لي زادفيرسير وعادوا ماركين بسام قبال باس عدلين باس قرب هي قاعد لي زادفيرسير من هو ذا ما يلتام عليه بسام ولا يلتام عليه ادم ابا ولا يلتام عليه اسماعيل جاكيتي يلتام عليه الجوار دي ميلي دي تيري بي لي لا باس لا باس اي باس لا يتعدل في ريت مسائل يرتاقوا فيها لان لو فوتبول يعتمد على شين قال الاولويات لو فوتبول في ان اوردر دي بريوريتي فان في ان اوردر في نظام كره القدم في نظام ذا النظام يعترى لو بالون والادفيرسير والاسباس معناه المساحات المفتوحه والخصم وكره القدم مركز كره القدم معناه انه نين يعود ان جوار يجري ان اتاكان ان اتاكان يجري وراء ان جوار عنده لو بالون يجري بظهره على الفلان ويابلي بالون يلا لا يعطيه بالون يعطيه بالون في لا كورس به اللي صافور سيعود في لا كورس يلين يركلي لو بالون عنه والله يكرد عنه عود الجوار دي ميلي دي تيران والله البورتير دي بالون هو اللي معدل الرير ما هو الجوار ما جات بالون هذا ياسر من الصحافه الرياضيه ده ما فهموا لا يعرفوا ما يعرف على ان جوار اميليو اوفنسيف والله ان اتاكان والله ان اللي بصفه عامه والله ان جوار يسوى قاع ظاهر لين يعدل تتابع لين قالوا دو دبلوما لين قالوا اوفرلاب لين يعدل ظهر ان جوار مقفولين عليه المساحات داخليا وهو مفتوح للمساحات على فلان يلا يعطيه بالون ني ما يعطيه بالون لا تقولوا انتم الجوار ما جات بالون لا تقولوا هذا جوار ما شاف شيء هذا جوار ما عدل الماتش هذا جوار ما كذا اعطوني دي باس البسام في محضه خاسره لو ماتش راعي اعطوني دي باس عدلهم خاسرات سي باس كاملين ديسيزيف سي باس كاملين في لا بريسيزيون هذا هو اللي يعدل الفوتبول بروفيسيونيل بروفيسيونيل وعدل لي زاماتير دي زاماتير ناس ما تفهم كره القدم دي جوار يعدلوا ان اكسلون ماتش مو فاهمين او جايمين على عبد البا عبد البا عبد البا عبد البا عدل ان اكسلون ماتش عدل ان اكسلون ماتش وساكو فيرتير قبال يا قير مولي لو رول دي ليكيب هو سي تان رول كوليكتيف لي جوار نين يمشوا لي فلان ان جوار ان سيس تقريبا راهي سون لاتيرال فلوت على فلان يلا لو ميليو ديفونسيف عدل لا كوفرتير ونين يشوف يشوف لي جوار دي لاكس عدل لا كوفرتير في لفلان يلا لي لاتيرو عدل لا كوفرتير عدل لا كوفرتير في لاكس هي سيتي ريسبونسابيلتي كوليكتيف هذا دروس نعطيها الناس اليوم واحده بين الناس لا ثاني يوم عقده البديل نيني خش ان جوار بديل ان رامبلاسون ماركي بي يقولوا او اذا كان يالتي او تيتيلر هو كان يقعد او تيتيلر لاي ماركي هو كان مؤثر على لاي ماركي يندار كان يقعد او تيتيلر ما ماركي ذا يخلق للفوتبول يخلق في ذا فام يخلق يا قال المشكله شنو هي عقده ذين قال له الصعب ذين قال له البديل كل جوار عنده جوار يلا خش في بالي كان ما منيونس يلا قيس لعبه اسمع جاكيتي كان الطنجي يلا لا يقيس بالبسام كان ذاك ما هو بذي الطريقة للفوتبول ما رش بادي سيت فاصل لجوار مات بروغرام عليناك لا يتماركي انت ديزي ميتا فيد دي سيديت عليك لا يتماركي عن جوار لا يتخرص لا يتخرص هو صن نانتري فلا ميتا صن نانتري كان بروديكتيف كانوا عدل باس عدل ما ينفع تقريبا اللاعب محمود انك سلام جواري لعب لا ليغا يقر سي باس كاملين اغلبية سي باس اليوم خاسرين واضح لانه اليوم شين قالوا دقة التمرير ما هو عنده لا بريسيزيون دي باس ما عنده بريزير بالون يباسيهم دان لو فيد تاني تقبل بالون تباسيه في فيد ما يقبل رقاش انت خسرت عليه لكي بالون خسرت عليه انقلعت منها معناه انه معناه انه اهم في الفوتبول اوجوردوي اهم شيء في كرة القدم اليوم هي دقة التمرير هو اللاعب اللي ني باسي بالون رقاش يباسيها له بدقة يباسيها له في الاسباس كي اللي فوق يباسيها له في الاماكن اللي الله يقبل فيها ذا هو اللي قد يتمونك به لي زاتاكون ويقد يماركو منو بيتات واللي هو اللي نعرف من عند ليكيب ان ليكيب بون هما يدومينو بالون كامل عندهم بين لي ديفونسير لا تامبوريزاسيون دي جو تشوف ان باس بالون دل 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 ان شاء الله عاطلين عليه لي ميلي دي تيرين عاطلين عليه لي زانتيسيباسيون لي انترسيبسيون يقبلوا بالون من لادفيرسير هم دومينينو في الديال غير المشكله شنو هي المشكله دائما في الجزئيات كره القدم تعتمد على الجزئيات وروايه لسنين نقولها كره القدم تعتمد على الجزئيات تعتمد على الدقه كيفاش الدقه في الجزئيات لا كيف تراجع لهي تقريبا طباخ لا يطبخ يقد يعود عنده انواع
لقيم وانواع اللحوم وانواع كل شيء، يعني ما قد يقيس الملح مقياسه صحيح. ما نطعم يا يعني اما يجيك مقرقط يا يعني اما يجيك ماسخ. هذه هي الجزئيات في كرة القدم. جزئيات كرة القدم تعتمد، الله يا اخي قصر عمرك مكبر حسك، جزئيات كرة القدم تعتمد عليه شنو هو؟ على دقة التمرير. ذيك لا باس تالية تعدل، معناه انه اللي يلا الستاف تكنيك عدل. هو عندهم يبونيكيب، عندهم يعقوب ذاك اللي يلعب في غابون، عندهم لوبان ان اكسلون جوير، وعندهم ان فيزيون اوفنسيف. وانا استغربت اليوم ما لعب، كان يلا يلعب اليوم كوم ميليو اوفنسيف. فان بيه اللي اليوم حكم انه لا بريمي ميتان، حكم انهم لعبوه بثلاث مليهات ديفونسيف، حكم انه لوفنسيف ما كان خارق قبال. فان في ذا اللي قالوا بعد لي لين اوفنسيف او نيفو دي ميليو دي تيرين. هذا اخترت نقوله، معناه انه لا كونكليزيون راهي لا كونكليزيون موريتان عندها ان بون اكيب. ويا الله الصحابه ما يتم ياتاكو لي جوير اللي ما عندهم دي كلوب. عبد البا ما في ان ديفونسور او نيفو دي لا موريتاني مستوى، ما هو خالق. وعبد البا اللي ضيعوا روايه قطيت قلتها لكركزاني، وقطيت قلتها للبريزيدون الفيدراسيون، وقطيت قلتها لسيرتين زونترينير، على ان عبد البا ضيعوا او نيفو بروفيسيونيل، على انه انه مارك با دو بي، قط مارك بي مع سون كلوب، ليكيب ناسيونال ما قط مارك مع دو بي. يا الله يبروفيتو من سا ديتونت، من طول القامه فتبارك الله يبروفيتو منه. هذا نطيح اللي عدل ليجا ديفونسيف، يا الله يعدل في ليجا اوفونسيف. هو حتى اليوم جبار بالون في لا سيرفاس كان يقد يماركي ان بي بي اللي ماهو طابع للا رياليزاسيون ديفينيسيون، عدل ان كونترول سو فورم دي نو باس، ودايره يدوم لي على لادفيرسير وتيرات كونترول كوفران. معناه انه عبد البا يا الله تبدا ليكيب ناسيونال توت لي سيتياسيون اريتي، لي بالون اريتي، معناه انه المخالفات كامله اللي توقف بين بالون هذا لي كوفران ولي كورنر. يا الله عودوا معتمد لج على عبد البا وعلى باكارين جاي. لماذا؟ لانهم طوال في القامه وعندهم ان بون ديتونت ويدومينو لادفيرسير، ويا الله نبروفيتو منه. هذا قط جا زمن الناس اللي عندها لا ديتونت كانت تخلع على زكيب، زمن شيليكس عندهم زمرانو وسالاس، كانت العالم فر خايفه منهم، برازيل خايفه منهم، اوروبا خايفه منهم باللي عنده لا ديتونت. زمن هولندا عندها باتريك كلايفرت وعنده لي جون خايفين من لا ديتونت. برشلونه دي قطوا جاو دي ماتش ما يماركي ميسي ولا يماركو لي زاتاكان، ويماركي بويل ويماركي بيكي ويماركو خلقت نفس الوقت مع ريال مدريد، يجي زمن يقلبوا يماركو بيتات ويطلع لهم راموس، وخلقت اي سي ميلان كانت يخلقوا يطلع لهم باريزي ومالديني. معناه انه اجوردي ما خالق ان جوير ما يلعو دي ماركي بيتات. لي جوير بروفيسيونيل ينقبلوا على لاسبي ديفونسيف ولاسبي فيزيك ولا كونفيونس وليدرشيب، ياسم شي يا غير ملي لا رياليزاسيون ديفينيسيون تعطي قيمه اكثر للديفونسور. وذي روايه من ماذا نعيط عليها، عبد البا يلا دائما يخصلوا 10 ا 15 مينيت دي سيونس انديفيديال او نيفو دي جي دي تيت. يلا يعادلوا دي سيتياسيون اريتي معاه في لي بالون اريتي، يعود يعادل جي دي تيت. هذا كامل اذا ملي خلاط معاه باكارين جاي، ذا قلناه مرات وعليناه مرات ورديناه مرات. ومساله اخرى ملي قلناها، دائما ملي عندكم روايه اخرى ماكم مستفادين منها، قضيه بسام في لي كوفران في لي بالون اريتي. بسام ان جوير من اهم اللي يميزو سي لا بريسيزيون دي باس اي دي تير، سي لي تير كادري لي باس لي افيك لا بريسيزيون. ني نعودو دائما نجبرو دي كوفران، ما انا ما شفتو با دي كوفران ان ايكيب ناسيونال، ما شفتو با دي فوت ان ايكيب ناسيونال. هو كابابل دي ماركي دي بي، ما تطوف فرصه يبقى دي بالون اريتي هذا النوع. وهو سبيسيال في لي بالون في لا بريسيزيون دي تير دوفر، معناه انه هي هما ذولا تير لا رقاش عود. هو يعرف الزر من كان اللي يدير في بالون. هو ملي بسام متخصص في لا فينيسيون في اللي قال له دي زر كان، معناه ياخذ غارديان عدل بيشنات والله تعدل تعطيه بالون يعود في ان سيتياسيون لا يعود هو ان فاس مع زر كان. هذا معروف ني ترجعوا تعدلوا ريفيو وتخرصوا لي ماتش وتخرصوا، ها هي نقطه قوته. ني يعود هو يلعب ان ماتش لابد يرجع لو ميليو ديفونسيف ويرجع اون ديفونس ويعدل دي باس، وكانت في دي دوبلومون يخلق ان ريتار دي باس دي بالون، وكانت في ان ابيل او نيفو دو لا سيرفاس ما تجي بالون، وكوم على ماركي بيتات كوم على ماركي بيتات. مدة عود عاقله اسماعيل جاكيتي اليوم قتلته بالجري، رجاج عنده اسماعيل جاكيتي
معناه انه ينطر الناس لين يقربها من لاسيرفاس ويعطي هو قرب لاسيرفاس ويعطي بالون شوف اللي عادل شوف كانوا لي ماركيبيتات ولا ماركيبيتات والله يعطيه ان باس دان لي دو ديز ادفيرسير بمعنى شنو معناه انه ينطر بالون ما عبر عليه تم لاعب لي ميدي تيرين لي جوني ما ياخذوكم ردوهم رجعوا بالون شوف فوتر ديفونس خلوهم يطلعوا خلو عندهم ان بي دي لين قالوا لا ديفونس افانسي لين يعودوا مباركين في كان ما بين يحركوا منه ردوا انتم بالون لورا نيتردو بالون لورا وتبريسيزو لا باس دي بالون تامبوريزو لي جي ان بي هما لا يرجعوا شور لي ميدي تيرين هذه هي لا فورس دي سماعي جاكيتي تعادلوا ان باس دون لي دو دي لادفيرسير هو سابق ورابيد دوري كونترول هي كونتر زين دوري جريبين دوري ماركيبين بالتالي يا قاير تعودوا اسماعي جاكيتي تقبهم لي ديبي ديماش تزربوا له بالون لفلان ويعودوا يسابقوا مع جويرات وتاكلين له قوه كانكم انتم لا تقولوا له شو سبق انت والله سبق هما نو انتم يا الله هو تحافظوا على سون كونفور فيزيك فام سون كونفور فيزيك تحافظوا عليه فام تحافظوا على مستواه البدني تحافظوا على طاقته تطوه بالون لا دان دي سيتياسيون ولا ويل بي فير ان اكسبلواتاسيون ميور ما يعود دائما هو دائما ابتديات دائما خايب بالون تخل كورنر دائما خايب بالون تخل توش فانتوا بطريقه تفتروا وتبعدوه من الاوبجيكتيف وهذا نفس الشيء ادم ابا ماني نتكلم عنه به اللي فريمون الي تي لوم دي ماتش وعدل دي جيست تري تكنيك ان نيفو تري زليفي انا جو بي با اوبلي لا دنيير باس عدل لو بسام كوما الى في لا مورتي ان باترين كوما زرق ان فوق راس مناد و بينيترا بيه وعدل لك التيران غوش سيرتو ادم ابا اللي ما ياس الناس ما يفهموا دائما تقدو سي تان جوير بوليفالون يلعب لو دو بي يدرب لي بيهم الاثنين ويتيري بيهم الاثنين وعنده ان فورس دي فراب عنده ان فورس دي فراب يا غير دون دي سيتياسيون راكم شفتو كوما يفي لو دريبل عدل لو دريبل دي مانيير اكسيلانت ما يمعقوله بيزين خبط ان بريمير بوتو دخلت ذاك لو بيتي فيلي سي يافي ان بي دي كونسنتراسيون كان يقد قاع يروح ديزيام بوتو كانت تشبه له يا غير سيتي اكوز دي تير معناه انه ليكيب ناسيونال سي تان نيفو تري زيليفي وعادي ايات ليكيب دوميني نهارات لي جابوني دومينا وعمان وعقبت عمان قلبتهم 1-0 ويا يخلي معناه انه يقول لك ما فهم بديل فهم بعد بديل يا غير خلونا نتوافقوا على انه ما يعود ذا بديل ذا وذا بديل ذا وذا بديل ذا نو ما هو بهذه الطريقه يلا مولي خلاص لي زاتاكون ما دائما يحملوا مسؤوليه عدم لا فينيسيون وعدم تماركيبيتات لين يعودوا لي جوار دي ميليا دي تيرين لعبوا لي رول وعدلوا وكان فهم ان بريسيزيون دي باس دوكما كوريكت وعطاوهم في الوقت اللي طلبوهم فيه لي زاتاكون ديك الساعه نقدوا نلوموا لي زاتاكون على نطالهم دي تري بون باس في دي سيتياسيون ممكن فيهم وانا ما عاد دورهم يقارين يعودوا دائما يعادوا دي زابيل ويخلقوا ريتار في لي باس ما يقدر يجي يعدل شيء ما ولا يعدل شيء دان تو لي كا موريتاني عندها ان بون ايكيب والدليل على ذا على انها كاليفيه بور لا كوب دافريك وكاليفيه بور لا كوب داراب ومازالت في لي كلاسمون محافظه على كلاسمونها لو زمن وعندها دي زيكسلون جوار كل كي سوا او نيفو دي جين كل كي سوا او نيفو دي des anciens où il daimen yخلق يوم يكسن بيناتهم ويخلوا من النتيجه وما زاد عندهم لا شانس انا ماني خايف عليهم من تونس ولا من غينيا وفطني وفطوني ماني خايف عليهم من زامبيا ماتش ريتور لانهم ما شاء الله ذاك لو كومبلكس او نيفو دي جي هذا وقد عنهم ولات الناس تقيت عدد دي كريتيك سي دي كريتيك دون لي فيت ما عندهم اي قيمه دي كريتيك على العموم هم وحدين يبقوا يطلعوا لات الناس تقيت تكلم عن السياسه وعن الاقتصاد نتكلم عليه يا غير بما اني انا انترينير للامانه دونك نقول علينا الخساره اليوم ما هي مستحقه ما يستحقوا يبردوا الماتش نهائيا معنى الله اللي يستحقوا قالوا يا غير صاريف يا خلق الله يلطف حنشوف كان نطلع واحدين سبيت واحد معه كان مزالهم دان تو لي كا انا اقعد نهار تالي من الشغل الأسبوع إن شاء الله دورنا قيم يوم الحد إن شاء الله وعد كندا هارمون الصبح يتمنى نعطي الحياة أراي هذيك الناس ما اللي تزرق بيها راني اليوم عاطيها العافية ما نسامي بشي لاني نكسحها اليوم لا وقت نبقي نجاوبهم نجاوبهم وقت ما نبقي نجاوبهم اللي ما نجاوبهم أراني أكسبتيت هنا تيا واحدين دخلوا وهذا بالنسبة ل راني جي اكسبتي دي جون هذاك ما جا حنشوف نقبل واحد ثاني
سيداتي ساعدوا وراني اكسبتيت تا ديموند. او ملي شفتوا هذا فيسبوك ظهر حقيقه، انا قاعد قد نعود استخدمتها اسم الكلام بالعربيه، غير فيسبوك يظهر لك حقيقه على ان العربيه لها هم الغالبيه، هم مدومينين، هم الغالبيه، هم مدومينين، هم ذا اللي مهم عندهم. الناس الاخرى اللي اكلها ساكت تعايطون بيناتهم بماتيه. على العموم والله اذا ما ابقى كلمه خاسره ما قلتها لهم الا يجاوبكم. انا قبيله قلت كلمه مجاوب بها واحد القدام دائما، واحد يشتغل معنا هون دائما نيني يجي يقيم ياسم العياط وتعال. على العموم على العموم شوفوا كان انا قبل رجع زمان يوسف وللشرفة ويوسف وللشرفة كاميراك ما جات. أحمد خوماني روي بيضا اليوم ماني داعي ماني داعي لكم اليوم ماني مجاوبكم. لا تفتروا روسكم لا تموا فم اصبروا عيطوا فم نشوف بعدين. اسماعيل فاضل راني مولي اكسبتيتك. على العموم المواضيع اللي تناقشها ياسر انا مختلف مع الناس في ياسر من الامور. خلينا انا ياسر من جون اكسبتيت زكريا عبدي اكسبتيت. سيدي واللي عليه هون ياسم الخلق انا اكسبتيت منهم ياسم لي جون يا غير ابارامون قد يعود المشكله منهم هما. دون تو لي كا انا اليوم اخترت خاص البالون بي اليوم كانت تلعب ليكيب ناسيونال وانا ليكيب ناسيونال مسيره بحياتي مهمه عندي لاني هذا من صغير مهمه عندي لانها تريبريزونتي الموريتان كاملين وخارق الله مولانا. انا جي اكسبتي دي جون خلوا هذا الروي بيضا يبان يكون عنده دي كوماند خل دي كومنتير خلوا دي كوماند. روي بيضا داري عقبين قال لكم اني خليها في مركب واني مركب عينيه عقبين قال لكم اللي علمني مركب قفتي عقب جي زمن قال لكم اني مركب وراكي وقع ملط يا خير بعض قبل ذاك كاملين قال لكم. على العموم انا ذاك ما قادر فيه وعدون قال لي نرخي لحميني ما نعت عضلاتي مالي راخي ماني راخي لحمي لان نعت لكم الله العضلات. على العموم هذا هو اليوم اللي يعني كرة القدم كان يسوع لي نطلع وحدين هم نطلع واحدين هون يا غير يبان عز الدين كتاب وعاد يسول عن اخبار القرايه في امريكا مهم السؤال زين حتى القرايه في امريكا بسيطه جدا. القرايه في امريكا اذا كانت موريتانيا عندها سفاره اكتيف معناها عندها سفيره اكتيف ولا قنصل اكتيف نشط يعودوا اولاد موريتانيا جابوا ياسم لبورس اونيفو دي زيتازيني في امريكا يعودوا جابوا ياسم المنح لان امريكا الجامعات اللي تعدل سبونسر شيب مئات الجامعات بل قاع هون في ما شاء الله الاف. أمريكا فيها 50 ولاية 50 إتا وقليل إتا ما فيها هي كاملة أمريكا تعود 19 المدينة والمدن اللي فيهم الجامعات دار يعودوا آلاف المدن يقال بعد اللي نأكد لك منهم
لانه في جامعات عاد يصير قال سبونسر شيب، والله زاد سكولر شيب، وكانت الدوله الموريتانيه نشطه في الميدان الدبلوماسي، تعود ياسر اولاد موريتانيا قراوا في امريكا بالمجان، الجامعات الكبيره وذيك اللي ورا ذاك وذيك اللي ورا ذاك، لانه امريكا ما مهم قاع التصنيف الجامعه، المهم تعود الجامعه معترف بها، مقدر اللي قال يو اس ديبارتمنت اوف اديوكيشن اللي هي وزاره التعليم. بالنسبه اصلا الناس اللي تبقي تقرا على حسابها، خالد مولي ياسم المغالطات يعدلوهم واحدين، والهدف منهم على ان الناس ما تحاول تقرا في امريكا. ذو المغالطات شنو يقولوا لك؟ ان تعود ما عندك 10 ملايين ولا 20 مليون ولا 30 مليون ما تقدر تقرا في امريكا، غير صحيح، غير صحيح. خالقين اجراءات بالنسبه للرجاج اللي لا يقرا على حسابه، بسيطه، لانه رجاج قد يجي جامعه ما هي واعره، خالقين جامعات اللي واعرات اللي واحده تزقلها 50000 دولار سنويا، شي 30 شي 40 شي 20 شي 10 وشي اقل من ذاك. يقير المهم اللي يلا يعود يطمح له انسان هم يقرا في امريكا، لانه خلص الجامعه تعود كيت كوميونيتي كولج، كثر الجامعات اللي يعود فيهم برنامج قرايه سنتين او اربعه، يعود فيهم اي اس ال هذا، ولا رجاج اللي يقرا فيه معدل توفل، ويعود هوينات يعود سيمستر فيهم خلاص عليه، يقدر يكلف رجاج 600 ولا 700 الف، يقدر رجاج يجي ويخلص واحد، يخلص مده 3 اشهر ولا 4 اشهر. دائما الجامعات اللي يجي رجاج تلميذي يخلص ضمان صحي، ضمان رباط اجتماعي، ودائما يقدر يعاد عليه بيرمان، ودائما مولي ينعود عنده ظروف ماديه يقدر يشتغل في الجامعه من راسها، يقدر يشتغل في مطعم الجامعه في مكتبتها، يقدر يعود يشتغل في امور اخرى متعلقه بها، ويقد هو يعدل شغلات خارج الجامعه، ما غير قاعد عليه معلوم بيه، وما امريكا عالمه بيه، تعرفي قال تغض عنه النظر بيه، اللي هذا هو المحرك باختصارها، الناس اللي ما عندهم اوراق للشغل ويشتغلوا بهم. المساله الثانيه المهمه على انه هو اي انسان قرا في جامعه في امريكا واستثمر فيها مده عام واصبر، هو لا يتخذ له اذن عمل فعلا، لا اذن العمل لا يقول على انه في كامبس ولا شيء عنده علاقه بالجامعه، يا خير هو يقد يخاف به خارج ذاك، خارج الناس اللي تقدر يشتغل به خارج ذاك. معناه انه الاساسي في الولايات المتحده الامريكيه القرايه فيها، لانه رجاش قد يقرا وفي نفس الوقت قد يشتغل، معناه انه رجاش قد يقرا ويشتغل ويرفد اهله موريتانيا ويرفد راسه في امريكا، هذا هو تمانك قرايه في الولايات المتحده الامريكيه. وانا شايف على ان القرايه يعود واحد عنده، كان عنده بقرات يبيعهم، والله كان عنده نمر يبيع، والله روايه، والله يعاونه، والله يستثمر فيه. في الولايات المتحده الامريكيه راح اللي مولانا لانها استثمار باللي اشبه شغله الناس القاريه وتحصيلها من ذيك الناس اللي ما يلي تقرا ولا تحرك الامور الاخرى. لذلك انا دائما يجون الشباب